توقعات الخير والبشرى لفلسطين العزة، شاهدها لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. سنرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في زيارة مفاجئة إلى لبنان، وذلك بعد بوادر أحداث مؤسفة بلبنان. وستكون قطر حاضرة، وسوف تجمع كل القيادات اللبنانية حول ملف انتخاب الرئيس، كما ستقوم قطر بتقديم مساعدات إلى الشعب اللبناني. وسنرى ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت، وتبدأ بأيدي قطرية ومساهمة سعودية خلال الفترة القادمة بإذن الله، ولا أستبعد أيضا بمساعدات إماراتية. أرى حالة من الرعب والخوف في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي سيواجه في حربه على غزة نوعا من الكائنات التي لم يراها ولم يعرفها من قبل، وخاصة في بعض أنفاق غزة الصامدة، مما سيجعل هذا أمرا صعبا في المواجهة. أرى قطر اليوم سوف تتحمل أعباء أغلب الملفات الفلسطينية، سواء على صعيد وقف إطلاق النار وملف إطلاق الرهائن والأسرى من داخل غزة والأسرى في السجون الإسرائيلية. وسنرى قطر ستنجح وتتقدم بشكل لافت وقوي في كل هذه الملفات الدقيقة والحساسة، ودولة قطر لن تكون بعيدة عن إعادة بناء وإعمار غزة ولا عن الحلول السياسية القادمة في فلسطين. أرى أن معبر رفح سيصبح خلال الفترة المقبلة قارب النجاة الوحيد لكل أشكال المعاناة في الداخل الفلسطيني، والمشهد على معبر رفح يختلف كثيرا عن المشهد الذي نراه اليوم، وحتى أنني أرى شعارات مكتوبة على معبر رفح وعليها كلمات شكرا مصر وشكرا قطر، كما أرى دخول مستشفيات متحركة إلى الداخل الفلسطيني من أبواب معبر رفح، وهذه المستشفيات ستكون مجهزة لعلاج الجرحى وإجراء عمليات جراحية طارئة، وسوف تقوم بتقديمها أكثر من دولة عربية وإسلامية. كما أرى أن مصر تستقبل المزيد من الجرحى الفلسطينيين من خلال معبر رفح. وأخيرا أرى أن معبر رفح محط أنظار العالم وعلى عدة وسائل إعلامية، وغزة رغم كل القتل والخراب والدمار سوف تنتصر وتنتصر وتنتصر، وترتفع أصوات مساجدها عاليا في السماء، وتحتضن أرواح كل الشهداء الأبرياء الذين كانوا أول من دفع الثمن لهذا الانتصار القادم. شخصية سعودية اقتصادية وبارزة جدا بين رجال أعمال، هذه الشخصية ستلمع بشكل لافت في مجال جلب المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى أرض المملكة، وبشكل ملحوظ وكبير، مما سيؤدي إلى تدفق الأموال والمشاريع الضخمة وعلى أنحاء المملكة العربية السعودية، وتصبح هذه الشخصية محطا للأنظار في الداخل والخارج السعودي، وتتصدر مجال المال والأعمال من خلال ضجة اقتصادية وإعمارية ناجحة وبارزة في الوسط المالي والاقتصادي السعودي، مما سيجعل السعودية محط أنظار العالم في مجال الاستثمارات المالية. وبسبب هذه الشخصية ونجاحها الباهر في مجال الأعلام والأعمال، كل هذا سيتحقق من خلال رعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وبفضل تشجيعه لكل الإنجازات على أرض المملكة العربية السعودية والاستثمارات. وترجع السعودية على لبنان، والسعوديين كسواح يرجعون إلى لبنان. عام 24 وعام 25 هو عام مصادفة في رحيل عدد من الشخصيات السياسية التي تترتب أو تتضمن أحد حروفها من حرف السين، سواء كان حرف السين بالاسم الأول أو في اسم العائلة. والصدفة الغريبة أن حرف السين سيكون من ضمن تركيبة أسماء هذه الشخصيات، وأيضا كان موجود حرف السين. تهديدات جديدة تحمل معها الخوف والخطر على بعض المصارف اللبنانية التي أراها تتعرض جديدا لاعتداءات وحرق وتخريب من جديد. أبو عبيدة، سوف نسمع عن بيان مفاجئ وصادم من أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، وهذا البيان يزلزل ويصدم الداخل الإسرائيلي، خاصة بين صفوف الجنود وقياداته العسكرية. ومن خلال هذا البيان المهم يكشف أبو عبيدة عن معلومات وصور ومقطع فيديو تصيب الوسط الإسرائيلي بالهلع والخوف، ومن هنا سنرى شوارع أكثر من دولة عربية تمتلئ بالمؤيدين والمتظاهرين احتفالا بهذا البيان المهم والمفاجئ، وسيكون حديث الناس والإعلام. أرى أن الجدل والضجة الإعلامية اليوم حول رئيس حكومة العدو الإسرائيلي نتنياهو ستكون إلى رؤية نتنياهو أمام قوس العدالة، هذا أولا. والمشهد القادم في الداخل الإسرائيلي هو الفوضى العارمة في الشارع والمطالبة بإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة بسبب مهم من خلال الحرب على غزة. ومن هنا أرى أن نتنياهو بعيدا عن السلطة، لكن متى وكيف لا نعرف، وعن السياسة ولا أستبعد أن يكون السبب عارض صحي مفاجئ. أما ثالثا وهو الأهم،
أرى أنه سيتم رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية ضد رئيس الحكومة نتنياهو ومن عدة دول عربية وإسلامية ومن منظمات دولية وأيضا من عائلات آلاف الضحايا بواسطة محامون. هؤلاء المحامون يطالبون فيها بالتحقيق مع نتنياهو بسبب أو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني واستعمال أسلحة غير مشروعة ضد المدنيين والمؤسسات الطبية. وهذه الدعاوى سوف تشكل أكبر أزمة وبلبلة في تاريخ العدو الإسرائيلي. أرى إيران ستدعم أي مبادرة عربية أو إسلامية تخدم القضية الفلسطينية أو تصب في مصلحتها ومصلحة إنهاء المعاناة الفلسطينية. وأرى أن إيران والسعودية وقطر هذه الدول التي ستسعى بكل جهودها وقوتها السياسية لوقف هذا العدوان الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني والعمل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. أرى أن إيران ستلعب دورا كبيرا وبارزا للوصول إلى طرح ملف حل الدولتين على أعلى المستويات الدولية، ونرى حضورا فاعلا للمملكة العربية السعودية، وهذا الملف ستنجح إيران مع المملكة العربية السعودية بالوصول إلى إنجاز سياسي غير مسبوق. كما أرى أن المملكة العربية السعودية ستضع يدها في يد إيران أمام كل دول العالم وبدون استثناء من أجل الوصول إلى وقف هدر الدماء النازفة بين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين المحتلة وبالتحديد في غزة، والمطالبة بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها حل الدولتين الذي هو آت لا محالة بفضل هذه الجهود الجبارة. إلى هنا متابعينا الكرام وأحبتنا نصل إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.